مساء الخير لجميع الأخوات والإخوة، نلتقي مجددا هذا المساء لمناقشة بعض القضايا المطروحة في الساعات الأخيرة. كنتمنى أن الجميع يكون بخير وبصحة جيدة. نبغي أحد إخوان أو الأخوات أنه يعطيني بأن الصوت هو جيد باش يمكن أن ننطلقوا مرة أخرى. رحنا مازال ما رجعتش للمكان اللي كنت واصل به، لهذا فكنتمنى أنكم تعذروني على الصورة أو على هذا الإخراج هذا، ولكن ضروري خصنا نتواصلوا كي العديد من القضايا اللي خصنا نتواصلوا عليها. الموضوع ديال اليوم هو أننا غادي نشوفوا جوج ديال الحوايج هما متداخلين. المسألة الأولى اختاريت لها هذا العنوان، أن المغرب ربح الحرب مع الكبرانات قبل الوقوع ديالها. شنو الفكرة هنا؟ وهي ما نشر في العديد من الصحف العالمية، منها واحد تقرير مصغر أو يمكن نعتبره مقال مصغر اللي نشر في صحيفة بريطانية، غادي نجي ليها، صحيفة بريطانية اللي عندها واحد الوقع واحد التأثير. أيضا ما نشر في الساعات الأخيرة في المجلة دي لو بوان الفرنسية، كلها كتمشي لأن هذه صحف ومجلات عالمية كتعطينا صورة عن الوضع، ما يجري وما يروج في مركز القرار على المستوى العالمي بخصوص الأزمة اللي كيف تعلها الكبرانات ضد المغرب. الموضوع اللي مرتبط به وهو ماذا يخطط، أشنو كيخطط الكبرانات النظام العسكري، أشنو كيخطط لدولة اللي هي شقيقة ديالنا اللي هي موريتانيا. هناك شيء ما يحاك ضد موريتانيا، لأن ما جرى في الأيام الأخيرة يبين بأن هناك واحد المسألة اللي كيرتبوا لها الكبرانات ضد موريتانيا. غنبداو في هذه المسألة، ولكن كالعادة غادي نمشيو في البداية الصور، غنبداو بعض الصور وغنجاوب بعض الإخوان اللي كيعلقوا على هذه القضية ديال الصور. خصني نجاوبهم. الصور عندها واحد التأثير كبير جدا ومازال حنا جايين ليها، لأن يعني البعض كيقول لك هذه القضية ديال الصور كيناقش، كنعرف بأنه البعض كاين البعض اللي كيجي من عند الكبرانات، ولكن كنجاوب بعض مجموعة ديالنا. حنا كاين بعض التعليقات قليلة. الصور أولا راه كتعبر على واقع كيداير، كتعبر على بأن واحد البلاد ريبة، بهذا العبارة هذه ريبة. الصورة عندها واحد تأثير خطير جدا باش نعرفوها ملي كنقراو الصورة، ويمكن يسولوه شنو التقنيات ديال قراءة الصورة ولاش وشنو التأثير ديال الصورة. الصورة كتكشف على واحد اللحظة، هي لحظة ديال الكشف، يعني كتعبر كيفاش كيدير هاد البلاد هذه. الصورة كتمشي أبعد من هذا، لأنها كتعطينا النفسية والسيكولوجيا ديال هادوك الناس. ملي كنقولوا العمامرة بواحد الكابة ولا العمامرة بصباط فرد، راه واقع هذاك، السيكولوجيا ديالو، النفسية ديالو. ملي كنقولوا العمامرة بواحد الفيستا مكمشة، بمعنى أنه السيد مبقاش متزن، نتيجة الفشل المتتالي في واحد الملف اللي هو عنده ملف واحد هنايا. الصورة رجعوا قرأوا عليها في العلاقات الدولية. ثم الصورة ركت خلينا نبينوا لي الكبرانات هما كيديرين، هما دايرين البروباغندا، ولكن حنا ملي كنعطيهم الصورة كنقول لهم هانتوما كيديرين. أول صورة غنبدأ بها هي واحد الفضيحة أخرى ثاني هنا على الصورة الأولى. شنو هي؟ الناس كتهضر على المعارض، كاين شي حاجة سميتها المعارض، معروفة المعارض في العالم،
هذا المسخير واحد المعرض داروه قال لك في بطنة ودايرين فيه قال لك 40 مشارك، خصهم يقلدوا المغرب كيقول لك 40 مشارك. ولكن واش هذا وسموه معرض ديال الصناعة التقليدية؟ واش ملي كتحط هذا الشيء هذا واش هذه صناعة تقليدية؟ شوفوا معايا مزيان شنو محطوط، شوفوا معايا داك الشيء اللي في جنب ليه بحال الكمون والحنة وشي امور اخرى. واش دابا هذا واش كنلقاو عند العطار؟ عند العطار كيطحن داك الشيء ويحطو، جامعين هذا الشيء هذا ومسمينه معرض قال لك وطني ديال الصناعة التقليدية. واشنو فيه؟ فيه شي حاجة خطيرة جدا. شنو هي؟ واش المعرض كيكون فيه بيض كاكا اللي كيعرفوه الناس؟ واش المعرض كيكون فيه موكا مكوفرة ولا قنفود مكوفر؟ واش هذا معرض ديال الصناعة التقليدية؟ هذه هي الصناعة التقليدية. واش هذه الصناعة التقليدية ولا دوك الناس اللي كيبيعوا هادشي كنعرفوهم كيبيعوهم في الأسواق الشعبية بحال هذاك اللي كيحيد راسو كيحطهم قدامه وكيجيبو هادو مسمينو معرض؟ واش هذا معرض وتهضر عليه وديريه في القناة ديالاش؟ في القناة الرسمية، في الوكالة الرسمية، الوكالة الرسمية ديالهم. أكثر من هذا ملي كتقرا هنا في الجنب راه غتشوفوا ترجعوا لهاد القضية اللي رجعوا ليها في الوكالة كتلقاه فيه بأنه دايرين مواد ينطحون هنا قال لك تعالج الاكتئاب وهشاشة العظام. وهذا معرض، هذا معرض ديال الصناعة التقليدية يعالج شي حاجة شي مادة حاطينها تما قال لك تعالج الاكتئاب وتعالج الهشاشة ديال العظام. دابا هذا يسمى معرض، هذا راه محطوط هنا، محطوط ومحطوط في 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 شي حاجة مسمينا معرض ومنشور فين؟ في في الوكالة، في الوكالة الرسمية ديالهم، الوكالة الرسمية ديالهم. شوف دابا المسخير، دابا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية شنو هي؟ الصورة الثانية هي كيقول لك تحت، شوفوا مزيان، كيبغيو يقلدوا المغرب لأنهما أي حاجة دار المغرب كيهزوها، حنا غنشوفوها. بغاو يقلدوا المغرب كيديروا حتى هما بغاو يديروا تحت الرعاية السامية. تحت واش الرعاية السامية؟ كتكون رعاية سامية وزير هو اللي كيدير رعاية سامية. دابا هما حتى المفهوم ديال الرعاية السامية فاهمينو بطريقة أخرى. قال لك سيدي وزير سموه هما تحت الرعاية السامية لوزير المجاهدين. دابا كل وزير كيدير رعاية سامية باش تعرف البلاد بأنها فرتكة، والمفهوم ديال الرعاية السامية معروف هنا. قال لك سيدي تحت الرعاية السامية ديال وزير المجاهدين تنظم الجمعية الوطنية، سمعوا معايا مزيان، لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني. ها هما ضرباعه الوزير معاهم، ها هما ضرباعه فيهم هنا، كبار معطوبي الحرب التحرير الوطني. علاش كيهضروا هادو مجموعين؟ قال لك على الناس اللي تعاطبوا في الثوره ديالهم لما كانت كيهضروا عليها ديال 54 1954 باش تعرف هذيك العقده ديال التاريخ خلاتهم كيرجعوا 1954. اللي تزاد في 1954 اللي عنده شهر ولا كان شي واحد عنده شهر 1954 دخلوا مع كبار مطوبين هادو حماق. اللي عنده شهر عنده 67 عام. دابا اللي تزاد في 54 عنده 67 عام. اذا واش كاين واش كانوا شي وحدين في كبار ديال سميوهم الثوره ديال 54 عندهم شهر؟ نزيدوا في الوقت ناخذوا هذه المساله نديروا عندو 30 عام. اللي عنده 30 عام غتكون عندو دابا 97 عام. شحال غيكونوا كاع؟ شحال شحال غيكون 97؟ بمعنى هاد الناس اللي عندهم 97 شحال غيكون؟ 20 30 كاع ومعطوب عايش من داك الوقت هو معطوب ما كاين باس، ودايرين عليها وزاره، دايرين وزاره ودايرين جمعيه. هذه هي كيضحكوا على الجزائريين، جمعية وزارة شحال؟ خمسة. معطوب من 1954 نديرو عندو 30 عام، عندو 97 دابا، 97 عام دابا. شنو هذا؟ خطير هادشي هذا. هادي صورة ها هي، شوفو مزيان هما جالسين، جالسين هنايا وهذا اللي معاهم حاطين شي تصاور، ها هما هنايا حاطين شي تصاور وفيهم هادو، تا واحد فيهم ما كيبان بعينها، تا واحد فيهم ما كيبان من هادوك تما جالسين. هادي جمعية ديالهم هنايا. نزيدو نفوتو هاد المسألة هادي، عاد نرجعو للصور، نزيدوا شويه عاد نرجعوا للصور ثاني، نرجعوا للصور اخرى، نزيدوا شويه. قرار اتخذه الكبرانات، شنو هذا القرار؟ وايداته شنو؟ شكون اللي ايدوا؟ واحد الاتحاد عندهم، قال لك اسيدي الاتحاد الوطني للفلاحين ديالهم ايد اللجوء ديال الحكومه ديال الكبرانات الى استيراد البطاطس. طبعا باقا مشكل
بمن هذا الاتحاد هذا ديال الفلاحين أيد استيراد ديال البطاطس، جيبوا بطاطا من برا، أيدهم هذو الفلاحين ديال الاتحاد ديال الفلاحين، قال لهم جيبوا بطاطا من برا، علاش؟ من الخارج، قال لك باش يكسروا الاحتكار. وانتم ضاربين مع عباد الله، خازنين بطاطا لا كانت، وما قادرينش أنكم تخرجوا هذيك البطاطا، كي غدير؟ قابلتوا الجمهورية ديال القطن والعجاج وما قادرينش تخرجوا حتى البطاطا من شي بلاصة اللي فلاحة عندكم مثلا لا كانت، ما راه بينو شي بطاطا زرقاء من الداخل ولا مسمومة هذيك. شنو معنى هذا؟ معنى هذا فين ما شوفوا كيفاش كيفكروا هاد الكبرانات، فين ما غيوقع شي احتكار على شي مادة أرو استيراد، خيزو لا كان عندهم لا احتكروا جيبو خيزو من برا، اللفت جيبوا اللفت من برا، السردين جيبوا السردين من برا. واش كيديروا؟ هذه دولة، هذه دولة، واش هذه دولة بهذه الطريقة؟ فين ما قادرينش أنهم يحاربوا هذا الاحتكار هذا لكان، جيبوا من برا، وجيبوا الحليب من برا، جيبوا البطوات ديال الحليب، شوية غيجيبوا الماء من برا، بمعنى كل شيء هذا الشيء هذه فضيحة، فضيحة باش تعرفوا دولة كيفاش أنها ريبة. نزيدوا مسألة أخرى، تهما حنا عندنا اللجنة العلمية، عندنا اللجنة العلمية حنا اللي مقابلة هذا الشيء ديال التلقيح وتبعات الوباء وغيره، هما تهما دايرين كينقلوا من المغرب. شنو داروا؟ داروا الوكالة الوطنية للأمن، تما هو الأمن الصحي، عندها واحد الرئيس سميتو كمال صنهاجي. شنو قال؟ قال لك سيدي باش تكون المناعة خاص الجزائريين يمشيو للجرعة الثالثة، ورا 95% كما جا في واحد الموقع، 95% من الجزائريين ما تلقاوش الجرعة الأولى، حتى فين هي الجرعة الثالثة؟ 95% ما تلقاوش، هذا داوي، داوي كيكذبوا على عباد الله، حتى فين هي الجرعة الأولى؟ بعدا فين هي الجرعة الأولى؟ عاد نجيو للجرعة الثانية، عاد نجيو للجرعة الثالثة، فضيحة هذه. نرجعوا للتصور، العمامرة دابا حنا غنمشيو لوزير الخارجيه الثاني ديال الكبرانات، العمامره مستقبل واحد وزير خارجيه، غالبا هذا وزير خارجيه ديال صربيا. هانتوما تشوفوا العمامره مزيان، شوفوا الكابه فين واصله، الكابه الناس اللي هما ديال البوادي كيعرفوا الدلاله ديال كيعرفوا الكابه شنو هي، كانت عند الخياطه كتصوب كابه كتلبس عندنا حنا في سنوات السبعينات وكذا، كتلبس كتكون وصلة تركب، كيديروها الناس كيخدمو كابا كتصوب على الخياطة، هاهي الكابا عاد السلام ومراه كابا باقا عندو. شوف فين واصلة، كاين شي وزير خارجي في العالم، ها وزير عطوني عدو هاديك فيستا وصلت تما، بمعنى بقا والو واش هاديك فيستا، شوف فين واصلة. شوفو الصباط الإخوان، الصباط أنا ما راه ما كنبالغش أنا، ها الصباط شوفو خويا، قديمة رجل كبر من رجل، شوف الفضيحة، شوف الصباط كيداير. رجل كبر من رجل، شو الكابة فين واصلة. زيدوا قضية أخرى، هذا بيرو ديال وزير الخارجية، هذا بيرو فيه أولا واحد الكراسة، ما كراسة ما تلقاهم تلقاها معدنا حنا فين كيديروا الناس مثلا شي جماعة ما عندهاش كدير شي كراسة فيه جلوس بحال هذا، باقي هاد الكراسة تلا جلس منه شي مسؤول بغا يدور ما عندو فين يدور. زيدوا واحد القضية أخرى، شوفوا هاد الطابلة كيدايرة، طابله كاع مقشره مضروبه، شو الطابله كيدايره، طابله كيدايره هذه طابله في بيرو ديال وزير الخارجيه مستقبل واحد، شو هاد الفضيحه كيدايره، وكيف غادي يدير ينجح في الدبلوماسيه، يدخل واحد كاع يدوي معاه حتى الصباح وزير خارجيه اخر حتى كدوي معاه وكيشوفها في الطابله. زيدوا قضيه اخرى، الطابله مشرطه. زيدوا واحد المساله اخرى، شنو هي؟ هاد كيبان هاد الكبرانات وهادو اللي يلاه ساقوا الخبر الورد، فين ما مشى كيحطوا حط واحد الورد هنا جنب وحاط الورد هنا، الورد كاع الالوان، يلا ساقوا الخبر الورد. دابا هذا وجي عنده حاط الورد، شنو هو؟ واش عنده عيد ميلاد ولا اش كيدير؟ ولا جايب الورد، جايب ليه الورد، جالس حاط الورد تما. شنو هذا الورد هذا؟ فين ما مشى ناشر الورد، شنو هذيك الفضيحه ديال الورد اللي حاط عبد المجيد الرئيس حاطه في واحد البلاصه، حاطه تما في واحد البلاصه، قدامه تما، حاطين الورد، ورد ما كتعرف يديرش. الاوروبيين اللي دخلوا يقولوا هذا ورد ديال العزاء، حيت هما كيجيبوا في هذه القضيه كيحطوا الورد ديال العزاء،
هاد المساخيط حاطينو ما فاهمينوش، ما فاهمينش شنو الدلاله ديال الورد، عارفين نظرو كيحطو ورد، ورد دير ليه شوف الفضيحه اللي كاينه، ورد دير ليه المل تحت، هذا ورد فيه البلاستيك وفيه الاخر دير ليه المهنه، تاش هذا هو اش هذا بيرو ديال المسؤول في الخارجيه، هذا العمامره باش نزيدو الطريق ديالو كحله، وقلتها كبرنا طريق كحله، اخرج على وزير الخارجيه الليبيه بقى غادي 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 عندهم، جات هي جات جوج مرات خرج عليها ولا عندها مشكل، راه كان خرج واحد البيان ديال التوقيف ديالها ومن بعد ردوها، خرج على لما طريقهم كحله، خرج على وزيره الخارجيه ديال ليبيا وخرج على وزيره الخارجيه ديال اسبانيا، خرجوا لها كبرانات، خرجوا لها، خرجوا على كيخرجوا على وزاره الخارجيه، اللي مشى معاه في طريق كحله، هذا ما كذبناش ملي كنا نقولوا راه طريقهم كحله. الصوره الرابعه المساخير تدين ما كاينش، هما ثاني هاد المراج دارو، كتذكروا الصوره ملي دخلوا الجامع ديال بوتفليقه، دخلوا صبابطهم دايرين واحد ميكا على الصباط، هاد المره النص بصبابطو والنص دخل بنفس العمليه بصبابطو، هما داروا لهم ديك الميكا ثاني، والنص الاخر في الجنب الاخر دخل داخل حفيان، نص حفيان ونص بصبابطو داخلين بصبابطهم المسجد ديال هذا الجامع ديال بوتفليقه، خا ما كيبغوش يقولوا بوتفليقة لان هذا الجامع ديال بوتفليقة، هادو الصور ديال هاد المسخيط، مازال غنوريكم واحد الصوره اخرى ملي غنهضر لكم على طريق انجيليا ديال تيندو في الزويرات. يا طريق الاخوه راه واحد البيست، ها هو انا انجيليا الطريق، ديروا الطريق واحد البيست، ما فيش حتى التوفنه، اللي كيعرف التوفنه واحد البيست غنهضروا عليه هنايا، اللي قال لك طريق وكذا واحد البيست واقفين شي سيارات ديال معينه. كاينه مساله اخرى شنو هي، وهي القصه ديال العود اللي عطاو للرئيس ديال ايطاليا، راه القضيه ديال الرئيس ديال ايطاليا ماشي عود اصيل، هذاك راه ماشي عود اصيل، العود الاصيل كتعرفوا حنا كنعرفوا العود الاصيل، كنعرفوا العود الاصيل داك الشعر ديالو اللي كيكون هنا اللي الشكل ديالو، هذاك راه واحد غيكون عود ديال شي كروسه، هذه لا قلنا الصوره ما بيناش مزيان، ولا بغل، بغل بمعنى بغل كبير، كاين دوك البغال الكبار، او انه كان عندنا حنا في مثلا في كنهضر على سيدي بنور في السبعينات، كانت البلديه كانوا عندها جوج بغلات كبار، دوك البغال الكبار جوج بغلات كانوا ديال بغلات البلديه كانت صغيره، هذوك في البلد كانوا كيستعملوا ديال الكراس، هذا في السبعينات كنهضر اواخر السبعينات، هذا من داك النوع ديال البغال، من داك النوع ديال، اذا عطاو واحد البغال اللي ما كتقدر ما تميزش، ولكن حتى الا كان عود راه عود مهلوك، كان في شي عربه من العربات في شي بلاصه عندهم تما، بالمناسبه راه ما عندهمش التقاليد هما ديال الفروسيه وكذا، شي مره بغاو يديروها في الجنوب، يمكن ترجعوا للفيديو شنو دايرين واحد السباق ديال بحال الفروسيه، هما جايين من هنا ودوك السيارات ديال الدرك عندهم جايين من هنا، دخلوا في دوك دخلوا في الناس اللي راكبين على دوك العيدان العود، راه قتلوا شي جوج ولا شنو هما اللي وقعوا، معروفه في واحد الفيديو تما، راه كاينش حتى التنظيم. الرئيس ديال ايطاليا جا عندهم في البدايه قالوا راه خرجات وحيدوها، قالوا بانه دشن حديقه ديال الحيوان ديال الحيوانات، واش دابا رئيس ديال الدوله جاي وجايبينو باش يدشن حديقه ديال الحيوانات، معناها شنو معناها؟ ما لقى من بعد قالوا حديقه، معناها دابا كاين ما يدار، مات الرئيس عبد المجيد ما لقى ما يديه فين يديه، الناس كدشن سكك حديديه، كدشن موالي في العالم معروفه، ملي كيتلاقاو جوج رؤساء ديال الدول كيتشوف تمديد الشن حديقه ديال الحيوانات، شنو معنى هذا؟ راه عندها واحد الدلاله كبيره هذه الدين، ومن بعد الملوك يهضروا على حديقه ومسمينا على شي واحد، قال لك لا راه شي واحد ايطالي وغيره هو اللي كان من رفاق سما والثوره وكذا جابوه، ولكن في الاول قالوا حديقه ديال الحيوانات، معنى هذا ما لقى ما كاين والو، ما لقى والو داتهم، ما كاين ما دش لا طرقان لا اطرود لا والو، الدوله هذه المساله
وعلاش علاش هذه القضيه على ايطاليا باش يفهموا الناس بزاف؟ رئيس ايطاليا جا هو رئيس ايطاليا ما عندوش صلاحيات كبيره. رئيس طبيعه النظام الدستوري الايطالي. المساله الثانيه هما هذه القضيه ديال ايطاليا لاش لاحظوا تعين من اللي بدات الهضره على ديستورا بداو هما كيمشيو جهه ايطاليا. هذه الفهمه العوجه هي هذه. اش غدير ايطاليا في ديستورا؟ اش غتاثر عليه في بمعنى تابعين هما في ما يكونش يبعدوا لشي بلاصه كيمشيو ليه. المانيا مشاو ملي كان الماني مشاو لهاد المساله هذه. دابا ايطالي ايطالي سويدي ماسك يديروا مع السويد، ايطالي سويدي ماسك يديروا لهنا، راه هذا هو السبب. لان من بعد يتجمع وزير الخارجيه، او وزير الخارجيه دار اتصال بالمغرب، ما انا ما لقى والو تما، راه اليوم وقع اتصال وزير الخارجيه ما لقى والو عند كبراز ما كاين والو، دوله مفلسه ما كاين والو. ملي غديو رئيس ديو يدشن حديقه ديال حديقه كما بغات تكون، معناها هذا راه ما كاين حتى شي حاجه هنايا. المغرب ربح حرب قبل ما توقع، كما كنقولوا الحرب راه ممكنه. هذا نظام ديال الكبرانات مفلس كيطيح، ولكن المغرب ربح حرب قبل. علاش؟ الصحيفه ديال التليغراف البريطانيه يمكن ترجعوا للمقال، كتبات نقلات معطيات. منين نقلاتها؟ نقلاتها من الداخل، من عند الكبرانات ومن عند الجمهوريه ديال القياطن بعجاج. شرات واحد نقلات واحد الواقع اللي كاين. راه الكبرانات دايرين واحد الدعايه فيها بزاف ديال البروباغندا خاويه يكذبوا، هما غادو نقلوا الوقائع كما هي. بالمناسبه هذه التليغراف معروفه القوه ديالها وكيفاش مرتبطه بالمراكز ديال القرار. شنو قالت؟ قالت اودي بان الاعتراف الامريكي بالسياده المغربيه على الصحراء المغربيه زعزع الكبرانات وزعزع الجمهوريه ديال القياطن والعجاج، هز كل شيء لدرجه انهم ما عارفينش فين يتجهوا الان، فقدوا البوصله. هذه الاولى. كيقول لك اودي بان الجمهوريه ديال القياطن والعجاج الميليشيات ضعيفه مدقدقه، خلي ديك القضيه ديال وصلوا شي 250 بيان ولا 251 بيان، قال لك ما كاين والو. الاسلحه عندهم كتقدر تنفجر عليه هو، راه شلنا شي لقطات تقدر تنفجر عليه هو، قديمه داكشي القديم. السيارات اللي كاينين كيوقفوا في الطريق، ما السيارات بعض المرات ما تقدرش تزيد، ما كاين والو. هذيك الهضره كلها بمعنى اللي كيقولوا راه خاويه. شنو كيقول لك هنا؟ كاين واحد التفوق كبير مغربي على الكبرانات، لان البريطانيين كيديروا واحد التحليل كيقول لك الدول اللي هي دول بمعنى العناصر ديال القوه ديال الدول في المرحله الان والمرحله المقبله ثلاثه الحوايج: تكنولوجيا عسكريه متطوره، وهنا كيهضروا على تكنولوجيا عسكريه متطوره عند المغرب. الحاجه الثانيه القضيه ديال الطاقه، بمعنى كتكون كتفكر في الطاقه المتجدده بديتي. هذه الثانيه. المساله الثالثه عندك بنيه ديموغرافيه فيها كفاءات كتوظفها، بمعنى كتكون هاد بمعنى بنيه ديموغرافيه كلها مكونه وكتخدم. هادو ثلاثه الحوايج كلهم كاينين. اذا هنا كيقول لك كاين تفوق مغربي على الكبرانات مقاول قضيه طائرات المسيره. كبرانات راه قلنا عندهم طيارات عميين، شروهم من عند الاتحاد، شروهم من عند روسيا طيارات كاع، مازال ما وصلوش لهذا المستوى هذا. دوك الطيارات اللي عندهم اللي كيركبوا فيها، اللي ركب ومشى تظلام الحال ما يعرفش راه فين غير، لان ما عندوش داك المنظار الليلي. صفقه الكبرانات دوزوا داك الشيء ديال المنظار الليلي، دوزوه خداوه هما وجابوا لهم طائرات ما كدير والو، طير بنهار وفي الليل ما عنده. في الليل لا طار شي واحد بها في الليل، يعرفوها العسكريين عندهم، ما عندو فين يصد، ما يعرفش راسو فين غير. كاينه مساله اخرى كيقول لك بان الكبرانات دفعوا الميليشيات ديال 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 البوليزاريو، كانوا يريدون اشبه غير جوج حوايج. اولا الكبرانات بغا يخنقوا المغرب، هادشي ديال الكركارات،
وفي نفس الوقت هذوك الميليشيات جلسوا تما باش يسمعوا من العالم بما تسمعهم توا استقات لا هذه لا هذه. مساله اخرى الكابرانات الميليشيات ديال البوليزاريو كيقولوا هما هذه اعترافات ديالهم ما قادرينش يتحركوا في هذيك المنطقه. كيتحركوا كيكون الرد العسكري ما قادرينش يوصلوا وما قادرينش يخترقوا عاجزين وكيتسناو الكابرانات يسلحوهم. الكابرانات غيسلحوهم ويلا سلحوهم الكابرانات هنا كاين انتباه بانه راه عدوان كيديروا الكابرانات كيتسمى عدوان في القانون الدولي. ثم المخيمات الوضع كارثي الوضع مأساوي. الناس تما ما عارفينش فين يمشيو. اللي هرب كيخرج واحد القضيه كيقدروا يتيروا فيه الكابرانات. الناس ما عارفين معنى الناس تما كيموتوا. وضع مزري وضع مأساوي. الميليشيات اللي حاكمهم ولا الكابرانات ما بقاوش قادرين حتى على صناعه الاحلام ما كيناش ما قدروش حتى على صناعه الاحلام ما بقاوش قادرين يقول لي مودي تسناو حتى العام الجاي راجع قرار كذا ما كاين والو. فقدوا الامل. هذه هي الوضعيه اللي كتوصف هنا. الا مشينا للجانب الاخر وحنا غادي دائما في هذه القضيه شنو كيحدث عند الكابرانات هنا فتنا هذا المقال ديال التليغراف. الكابرانات كاين انقسام ملي جات نقريحه في الاجتماع ويقول لانه حرب على المغرب وقع انقسام بيناتهم. واحد المجموعه كتقول لي لا الحرب خاسره وهو كاينه النزعه ديالو شخصيه غادي يغرق البلاد كامله. النزعه ديالو شخصيه هو راه كان تعتقل الحرب اللي كانت مع المغرب شدوه بقى عنده دماغ وادي السيد مريض سيكولوجيا مريض. راه كاينه الصوره ديالو واحد الصوره ليزو من صور ماشي الصوره دارت ديما تحط الصوره الاولى هو هذاك كانت خجلات. السيد كيبغي واحد عنده عقده نفسيه سيكولوجيه باغي يدفع واحد باغي يدفع بلاد كامله. لهذا راه وقع في الساعات الاخيره هذا الانقسام. اولا المجتمع الدولي كينتظر الخطا ديال شندريحه كينتظر الخطا ديالو الى دارهم شر. المساله الاخرى انه كاين ضغط الداخل كيتزاد انفجار قريب داخل الجزائر. لو بوين كتقول لك الجزائر فوق بركان هذه لو بوين الفرنسيه خسائر كبيره اخر في الساعات الاخيره اليومين كيهضروا على انه وقع العزل ولا الاعفاء ديال قايدي. هذا قايدي هو اللي فيهم هذا اولا من اتباع من المجموعه اللي كانت مع القايد صالح وعنده الى حد ما عنده واحد وسط الراي العام واحد راي عام في 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 الجزائر ماشي هو شنقريحه. عنده واحد الصوره على الاقل كيقول واحد كيتعلم على الناحيه الاطلسي وكذا كاين شويه ديال كاين واحد الصوره عنده خاصه في المرحله اللي كان مع القايد صالح. الان شنقريحه خسر ليه الصوره ولكن الان كيرجع بهذه الطريقه ديال 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 الاعفاء ديالو ويمكن تكون التصفيه ديالو غيوقع مشكل كبير لانه حتى المستوى الدولي هذا فرنسا وغيرها كيتعاملوا معه. اذا ها انقسام اخر بالاضافه قال لك كيموتوا الجنرال كيموتوا بواحد الطريقه الكابرانات كيموتوا اللي مسمينهم جنرال كيموتوا بواحد الطريقه غريبه كل مره كيموت واحد. اذا الخسائر كبيره وهنا المغرب ربح حرب قبل ما يعلنها شنقريحه. اما قد يعلنها واما ما غيعلنهاش ولكن المغرب ربح الحرب. علاش؟ لانه الدوله ريبه ما يمكنش دير حرب والدوله ريبه ثم ما يمكنش دير حرب وسيكولوجيا ديال واحد اللي هو شنقريحه هو اللي باغي يتحارب ومجموعه معاه بالطبع اللي كنهضروا على خالد نزار وهذه المجموعه هذه كلهم كيفاش الصوره ديالهم ديال الجزائر. لهذا الجزائر في حاجه الى القيام. المشكل الان وندوز للموضوع الثاني هو ان الكابرانات باغيين يغرقوا موريتانيا. موريتانيا النظام العسكري الجزائري باغي يغرق موريتانيا. هنا كلشي كيتذكر داك الخط البحري داروه واحد الوقت قال لك غادي يديروا خط بحري ما كاينش
كتجي واحد الموجه الكبرانات كيعاودوا ثاني يوليو غادي يجي موريطانيا فقدوا كاع الاوراق دابا بالنسبه لهم باغيين يوظفوا موريطانيا في شي اتجاه هذا حنا كنهضروا وخاص الموريطانيين انهم ينتبهوا الكل كيتذكر الخط البحري ما كاين والو اللي كانوا كيهضروا عليه مع الكبرانات ما عندهمش هذا الشيء هذا ما كاين والو ثم هذا الخط البحري اش غيدي بطاطا زرقاء يديروا تسمو بالناس كيسكتوا الكبرانات دابا عاد كيرجعوا هاد الايامات كاين لقاءات كثيره كاينه هاد الاشغال ديال اللجنه الثنائيه سموها الحدوديه الجزائريه الموريطانيه وزير الداخليه الجزائريه داك بالجود دابا نجيب لكم الصوره ديالو باين مزنزن باين ما يمكنش يكون وزير الداخليه بهذا الشكل دابا تشوفوا حتى هو شنو كيقول لك شوف دابا الهضره وزير الداخليه كيقول لك كيهضر على هذه القضيه ديال الطريق بين موريطانيا بين تندوف والزويرات كيهضر عليها اش كيقول لهم كيقول لهم يجب اشراك المؤسسات الماليه الافريقيه او الدوليه قصد تسهيل وتكثيف المبادلات التجاريه بين البلدين او تعيط على المؤسسات الدوليه باش تقول لك اودي كتفوا العلاقات كيديرها هذا حماقه هذا ما يجيبش خوار اش كيقول اشراك المؤسسات الماليه الافريقيه او الدوليه قصد تسهيل اجي البنك الدولي يقول لك كتفوا المبادلات شغل كذا شغل كذا حماقه ثم كيجي كيقول لك حجم واحد الكذبه كبيره حجم الصادرات المسجله عبر معبر هذا المعبر اللي كيهضر عليه هو هذا معبر رابيست كيما شفنا بيست الحجر ابيست واقفين فيه هذوك الطرق ديالهم ديال الكبرانات بيست بيست ما كاينش حتى التوفنا اللي عندنا حنا بالجماعات شي بلايص اللي هي واعره المسالك واعره كيديروا الناس التوفنا ما كايناش التوف بيست قال لك سجل 1.5 مليار دينار كيقولوا هما شنو هذا ديالهم هما تما دايرين واحد الرقم ملغوم يا ودي راه ما دازوش لخمسة الكاميوات تما ما كيدوزوش لخمسة الكاميوات الكاميوات كيتشكاو في الطريق لان خصو يدير شحال خصو مده طويله هو غادي في هذاك العجاج تما كاينين كيكذبوا هنايا الصوره راه شفتوها في الطريق هنايا واضاف ها فين غادي هو السيد كيهضروا على المبادلات والطريق وكذا شوف فين غيمشي الحديقه كلهم داك الانزلاق ديك الدوره الخاويه ديال الحماق وأضاف بالجود أن تطوير المبادلة التجارية في المنطقة الحدودية لن يتحقق قال لك ودي راه التطوير مابقاش دابا المؤسسات المالية وكذا باش عرفت كيرجع باش نفهموا بأن كاينه شي حاجة تدبر إلى موريطانيا خص موريطانيا يقراو مزيان هذا الشكل لن يتحقق إلا بتوفير الشروط والظروف الأمنية اللازمة التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في أريحية وطمأنينة وتديرها طريق أنت ما دايرش طريق شوف فين دخل هو دخل دابا هنا بدا في اتجاه فين بدا كي هنا فين بدا كيحفر كيحاول يحفر شيء ما لموريطانيا داعيا الى مزيد من التشاور والتنسيق بين المصالح الامنيه بين البلدين لا سيما اسمعوا مزيان الحماق فين مشى داعيا ان تكتدوا على الطريق والتعامل الاقتصادي داعيا الى مزيد من التشاور والتنسيق بين المصالح الامنيه بين البلدين لا سيما في مجال مكافحه الارهاب والتجاره غير مشروعه بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب والتنقيب غير الشرعي يعني الذهب دخلنا عليكم بالله واش هذا عندو شي عقل دابا التطريق كتهضر على طريق كتقول المؤسسات تولي تداوي توليتي في موضوع اخر في نفس اللقاء هذا ماشي هذا مصفيها معنى الكلمة اللقاء كان فيه هذا اللقاء كان مع وزير الداخلية ولا مركزية الموريطاني علم كيتحدث هذا بالجود كيتحدث قال لي على سكان المناطق الحدوديه انت شكون هاد سكان المناطق الحدوديه شكون بين موريطانيا وبين شكون القياطن ديال الجمهوريه ديال القياطن والعجاج شكون اذا اش معناها يدبرون شيئا ما لموريطانيا هاد القضيه باش نتفاهموا مزيان كيحاولوا ما امكن الكبرانات يدفعوا واحد المجموعه من الساكنه ديال المخيمات كنقولها مره اخرى وخرج زعيم موريطاني قالها كيحاول يدفعوهم عبر هاد البيست هادي اللي ماشي تا بيست ديال التراب كيحاولوا يدفعوهم الى الشمال ديال موريطانيا وهنا غيوقع اشكال خاص الموريطانيين يوقع انتباه يحاولوا يدفعوهم لان هذه هي الورقه اللي كيحاولوا يلعبوا الكبرانات ما بقاتش شي ورقه اخرى الورقه هي انهم يدفعوهم يخلقوا الفوضى في الشمال ديال موريطانيا وهنا الموريطانيين خصهم ينتبهوا
ما يروج في الدي... ما يروج في من واحد التحريض اللي كيديروا الكبرانات، واحد التحريض اللي كيديروا الكبرانات، ثم ينتبهوا بانه راه الرئيس الموريتاني السابق دار تجنيس لواحد المجموعه من الجمهوريه ديال قطن والعجاج. هذه المسائل بمعنى هنا كل هذا تحريض ضد موريتانيا. لهذا انا كنتسائل شنو الكبرانات شنو كيعطيو لموريتانيا اكثر من هذا؟ كاينه واحد المعلومات اخرى تروج في الساعات الاخيره، الكبرانات ولا عندهم مشكل ديال الغداء، ديال الغداء هو المشكل اللي جاي في العالم. اذا داكشي اللي غيمشي من المغرب نحو السوق الموريتانيه، الكبرانات كيفكروا انهم بمعنى الخطه ديالهم يهزوا داكشي ويدخلوه للجزائر، بغين يخلقوا ازمه في موريتانيا. لهذا خاص انتباه، لان الصراع اللي جاي حول السلاسل الغذائيه جاي، مجموعه ديال المنتوجات كتمشي الى موريتانيا وكتمشي الى غرب افريقيا، هما يحاولون انهم يغيروها ويمشيو نحو يردوها نحو الجزائر، لان البلاد اللي ما فيهاش بطاطا شنو غتسنى منها؟ هادشي اللي باغي يديروا. لهذا خاص انتباه، غيخلقوا نوع من الفوضى، راه حرب اقتصاديه كيديروها. واش البلاد اللي حاطه الرئيس ديال دوله اوروبيه اللي هو الرئيس الايطالي حاطه لي الحرشه في العشاء والقرص وبطاطا مسلوقه واحد العصير مع الملاه، شنو هو الموز غير كيما كيقولوا؟ اش غتسنى منها؟ غتسنى انها دير هذه المساله دي. كبرانات وصلوا للافلاس، اذا يجب الانتباه الى ما يجري. هذا مخطط تحدثت عليه كثير اللي كيخططونه لموريتانيا. لهذا انا هنا كمحلل انبه الى هذه المساله، وقد قالها زعيم موريتاني، نبه الى هذه القضيه. الان راه غادي يكون مشكل ديال هذه قطعه السلاسل، كيحاولوا يدخلوا الى السوق الموريتانيه ويجمعوا واحد المساله ويعودوا بها الى داخل الجزائر، لانه كاين اشكال كبير بالنسبه اليه، كاين اشكال كبير بالنسبه لي. هذه غادي يخدموا عليها الكبرانات الكبار، غيدخلوها لانهم بالنسبه اليهم الجزائر مهدده بمشكل الغداء خلال الشهور المقبله. ليله سعيده، كنتمنى ان الجميع انه ينخرط في القناه، ثم انه يحاول يشجع القناه، ثم انه يحاول يوزع هذا الفيديو. هذا ليلة سعيدة، نلتقي في الساعات